أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك. السلام على من غسله الدم والتراب كافوره والقناة الخطي نعشو ونسج الريح أكفانه. خل أشوفها عندك يولا. وفي قلوب من ولا قبره. سلم عليه. السلام على الحسين وعلى أولاده وعلى أصحابه. حبيبي يا حسين حبيبي يا قم جدد الحزن في العشرين من صفري. الله الله يا حبيبي الله عليك. قم جدد الحزن في العشرين من صفر صاير الليلة. ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة الأطفال هم ذبحات فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر. أسألك إذا أنت أول مرة تدخل القبر شو تسوي؟ بنات الرسالة سوّن اسمع. ولهفت لبنات الطهر يوم رنيت لمصارع قتلاه النوال حفري. سوّن رمينا بالناف من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري. عليكم الآن. فتلك تدعو حسينا. علي عليها. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. وين ما جاوب. وتلك تنادي وحسينا
الباب كله تلك تنادي أهوى أبتاه يتماه في الصغر ولو تروا أم كلثوم مناشدة والهاوة تلثم ترب الطفك العطر اسمع اسمع شو تقول رشوا على قبره ما أنفى صاحبه شبيه معطشان بللوا أحشاه بالخطر انتو ما رحتوا الكربلاء لكن اكو واحدة بتودي دموعكم توصلها هنا خلي تمر عليك وتاخذها بعد ام كلثوم اش تردين اسمع هالشطر اسمع هالبيت وانطي حقه اش تردين ام كلثوم قالت لا تغسل الدم عن اطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر وين ما بجى لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دما يطفو على البشر سامحني اليدي لا تدفن الطير إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر حبيبك حبيبك اللي تحبه منه لا تدفن العباس عن هموم مبتعدة فالراس والكفين منه بري أبو علي كل ذولا مشتاقين أبو علي أبو علي كل ذولا قلوبهم تتعطش إلى زيارتك سيدي متى يمسكون الضريح متى متى شفتهم شفت الحشود اليوم لولا كل كربلة سواد تصرخ حسين إلا أنا وإنت قاعدين هنا ليه وصلت أربعينك والله يا مظلوم وأنا من الزيارة هالسنة محروم وصلت أربعينك والله يا مظلوم وأنا من الزيارة هالسنة محروم يلي حبك جرى مجرى الدماء بيا بعد وش حالتي بالأربعين يا تمر وزيارتك ما تسجلت ليا محموم انا والله وش كثر خل اشوف قلبك ها حط ايدك على قلبك شوفه حار الليله يولا تظل حسره ونار بقلبي سرايا متى متى من اشاهد سيدي مشيه تظل بقلبي حسرة ونار سراية من شاهد سيدي مشية للدنيا باعوا للموت شراية
الشاهدهم وصيحا والدمع مسجود. حاجي عنك وعني والله لو اجي لقلبك ما اشوفه هنا، وين اشوفه؟ يقول عايش انا بس قلبي مهوية. قولها انت. قلبي بكربلاء يا سيدي ومولا. يلا عد عودة وانت وياي. عايش انا بس قلبي مهوية. قلبي بكربلاء. قلبي يا سيدي ومولا. إن شاء الله السنة الخادمة وياك. أتمنى إليها أعتني مشا. قول يا الله. وأواسي بالمشي زينب وأم كلثوم. إيش بتسوي إذا رحت كربلاء؟ وحق نحراك إلك أرخص أدا نحري. ووصل كربلاء ومن الدمع يجري. الآن سواها. وعلى قبرك أوسم باللطم صدري. أدق راسي وانعاك يا محمود. أنا مشتاق أحضن الشباك يا عطشان. أحضن السفاج يا عطشان وأبكي من أذكرك مطروح التربات. وأروح المنحار وأقصد قمار عدنان. وروحي ما بين المرقدين تحوم. ارحمني يا أبو السجاد ارحمني. وإذا الأرض الطف ما توصلني قل له سجلني من السوار سجلني. أقسم عليك أبضل عمك المهشور. بعد مشتاقين يا ولا. ودي يا مظلوم أزورة. ودي يا مظلوم أزورة. لوحها لوحها يستاهل. والدمع مني تجارة لكن اسمي هالسنة بهاي الزي. يلا عودة وانا وياك محرون قلبي مثلك. ودي يا مظلوم أزورة لكن اسمي ما تسجل هالسنة بهاي. يا من ابكي بنذكر اسمك وبحياتي انت كل شيء. قوله قوله. خاطري يا قوله. عودة عودة. من قبل ما يشيلون عشي احمل بايدين رايه ويا هالمشايه. قلبي متلهي فتبلى بس لارض الطف السامي. امشي واسمعها خدامه
تفضل يا زاهر. الله يقولوا لي تفضل يا زاهر، يقولوا لي تفضل يا زاهر. دمعتي تجري من عايل قبتك ويا المناي. ودي احمل بيدي راية وامشي قاصد كربلاء، وابكي على اللي صابه مثلث حرملة، وتم على التربان جثة وما حد غسل. قول يلا عودة وياهم وياهم. ها قلبي متلهفة اتمنى بس لا ارضى. امشي واسمعها، امشي واسمع خدامه. باربعين الناس تقصد للحسين، بالملايين اش كثر مشايا، وانا بعد ودي وياهم اروح ابكي واشيل بدين الرايه. انا ودي بس اوصل للحسين. مسكني واحد قال انا ما اريد لا شفا بري ولا قضى حاجه ولا شي، بس اريد اوصل قرب الابد. أنا ودي بس أوصل للحسين وأمسك الشفاج وأدعي بحضرته وأتعفر على قبره وأذرف الدمعات لأجل مصيبته. أنا وش ذنبي يا ربي وش جنيت حتى تحرمني يا ربي زيارته. تستاهل والله، ما كان مالي اجيب لك، انا اقرا منها ثلاثه بس وروح للاربعين ماجور يا حبيبي. قل له قل له عطفك ولطفك يا غريب الغاضري، خذني للقبه والمنارات العليه، مشتاق قلبي يكتب بدمعي رسايل، متلحف امشي بينك وبين ابو فاضل، اذكر مشي الحورة من مشت من غير. بقول لك هالبيت وانت على كيفك، ادخل لصحنك حاسر واجري دموعي، واهوي على اعتابك وابدي لك خضوعي، واصيح يا ليت من قبلك انربى. اللي راح كربلاء بيأذي هالبيت، اللي راح كربلاء بيأذي هذا البيت. شنو يقول؟ يا محلى المشي بين الحسين وبين عباس، مشيتوا يا لا رحتون يا لا، اعظم مقعة في العالم ترتاح بها المقعة. يا محلى المشي بين الحسين وبين، ادخل على العباس وانا بهبط الراس واصرخ سلام الله على صاحب ساق
باقي عطاشة كربلاء حامض عينه. أبو فاضل ما يصير أزورك ولا أذكر لك خواته. هذه الليلة الأربعين، هذه الليلة كربلاء اكتظت بالزوار، لا تسمع إلا النائح والنائحة والصارخ والصارخة واللاطم واللاطمة، كل ينادي أين الصارخون. ماجور إذا دمعتك تواصل، ماجور على هالعبرة، والله يبلغك ما بلغ الزوار. حتى لو من بعيد تسمع كلامك يقول لئن لم تستطع أن تزره من قريب فزره من بعيد، فإنه يسمع الكلام ويرد السلام. قل السلام عليك يا أبا عبد الله. أرجى أسولف لك عن زينب شوية وتحملني، وبعض الكلام والله ما أقرأ إلا ليلة الأربعين. يقول الرواية دخ وقفوهم على باب تسمى باب الساعات، يقول السجاد حتى تقشرت وجوه عماتي من الشام. أدخلوهن في طريق كثير المارة ثم مروا بهن على سكة. اسمع، وإذا بالرجال صعدوا على السطوح وصاروا يرمونهم بالنار. تقول أنا مدلل وأهل دلل، أنا مدللة وأهلي دللاني دللاني، وهالسفن الأجانب ضيعة. ثم أتى رجل اسمه مخفار عنده حبال غليظة، قال السجاد ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أضع الحبل على النساء والأطفال. قال الإمام يدك ما تمتد على عماتي أخواتي، أعطني الحبل. صار الإمام يدير الحبل على عماته وأخواته، وكلما جاءت زينب أمامه أعرض بوجهه على حتى ربط الجميع، البقي أحد. جاءت زينب مدت عنقها، ابن أخي ضع الحبل. قدر ارتخى الحبل، قال انت ضعي. قالت انا الجانت بخدري تحلف انا طاوعت الزمان وهبطت. الله انت تدري بأن هذه الليلة بس اللي اقرأ هالكلمة بعد، لان ما تقرأ الا ليلتها. تقول بعض الروايات، أريدك تنطيها حقها، فلما دخلوا المجلس جاء حامل الراس ودحرج رأس الحسين أمام يزيد. من صرختك وينها؟ إلى تعالي يا وزني وتعالي، أنا راس حسين يتدحرج قبال.
مربطين بالحبال يقول وكلما قصرنا عن المشي ضربونا أعطوه مقدمة الحبل فجر الحبل بقوة فتساقطت النساء والأطفال. قال الإمام ما ظنك بجدنا لو رآنا على هذا الحال؟ أمر يزيد بالحبال فقطعت. أجلسوهم خلف كرسي يزيد على درج الجامع الأموي. تدري ليش وقفوهم على هذا المكان؟ والله الكلمة صعبة، يحذرون الفضلاء والسادة. الله صعبة والله الكلمة، لماذا أوقفوهم؟ قال لئلا في هذا المكان يعرض سبايا المشركين والهم. أجور على عبرتك المستمرة ما أجور. تقول زينب قاعدة سكينة وإذ بهم يسمعون صوت ضرب، شيء يضرب بقوة سكينة. شوفي من وين هذا الضرب؟ صارت سكينة تتطاول، شافت منظر مؤلم، قالت عمة قومي قومي شوفي مصيبة جاية صاير. قالت طالع يا عمة شنو؟ وإذا بيزيد ممسك الرأس من شيفاته وعنده قضيب من الحديد يركت ثنايا الحسين. اش تتمنين يا زينب؟ اش تتمنين؟ قالت تمنيت يا ابن سفيان راعي العلم موجود. انا تمنيت يا ابن سفيان راعي العلم موجود ويشوفك تحاجيني وتضرب راس اخوي. وجرى ما جرى في مجلس يزيد وخاف يزيد من الفضيحة فقال أمر بإرجاع النساء إلى المدينة. فقال للسجاد ماذا تريد؟ قال إن أمرت بقتلي فأرسل مع هؤلاء رجلا أمينا. قال أنت الراد لحرمك. ثم قال قل لأصحابك وجيشك أن يرجعوا ما أخذوه منا. جيء بصندوق أرجع كل من سلف. جاءوا بقرطين صغيرتين. تعرف المن هالقرطين يا ولد؟ ثم جاءوا بثوب جمد عليه الدم ممزق مخرق. قال يزيد لمن؟ قال الإمام هذا ثوب أبي الحسين. بعد أريد أنتقل إلى شيء، اسمع اسمع. قيل ومن ضمن ما سلم مهد عبد الله الرضي. أول ما شافت أمه صاحت يا مهد ظلت خالي وين ابني يا مهد؟ ردتك علي خيمة، أنا ردتك علي خيمة تصير تالي. يا ابني يا عبد الله يا غالي أنا برباك سهرت الليالي
بس هاي ما كانت ببالي أهز بالمهد أهز بالمهد هيئوا المحامل ركب النساء والأطفال إذ بزينب فقدت سكينة دورت عليها جات للمحمل سكينة وياكم لا سكينة وياكم لا دورت عليها في أرجاء الشام وإذ بها تسمع صوت قومي قومي يا رخية نروح أرض الغفر كل شافوها شافتها على قبر رخية قومي لا تنامين خلنا نقرأ بيت على رقية يوم شافت الراس ايش قالت تقل ايدي ناعمة وما تتحمل حبال انا ايدي ناعمة وما تتحمل حبال انا من اصرخ يا علي طقني الجمال سارت الضعينة وإذ بالإمام يقول له الحادي هذا طريق يؤدي إلى المدينة وهذا إلى كربلاء إلى أين تريد مولاي قال لأقول لعمتي زينب جاء لزينب عمه إن الحادي يقول هذا طريق إلى المدينة وهذا طريق إلى كربلاء وأين تردين قالت من بقي لي في المدينة وإذ بالأطفال والنساء الضعينة كلها صرخت صرخة كربلاء اللي يريد يروح يقول اسمها تقل علي قل الدليل الكربلاء أنا أريد عاين دفنة المشاتي أريد أحكي لأخوي عسي التبصير وكان في كربلاء جابر قد اغتسل واتزر ونثر السعد على بدنه يقول عطية صرت آخذ بيده وأسرع قال عطية قصر الماشي فكل خطوة بحجة وعمرة نبوية وصلنا إليك إلى القبور قال ألمسني فإني أعرفه حتى لمس قبرا ونادى ثلاثا جميعا رجالا نساء نصرخ باسم حبيبنا مع جابر نادى حبيبي إلى كربلاء جميعا إلى الصارخون خر مغشا عليه أفاق من غشوته حبيب لا يجيب حبيب وأنا لك الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك فزار الحسين وزار الأنصار وإذ بعطية يقول يا جابر إني أرى سواد مقبلا قال إن كان عين يزيد لنختبئ وإن كان السجاد أنت حور أقبل عطية سرعان ما رجع بيده حجر يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله بالعجل قوم استقبله شيخ العشير من بيت أبو طالب ترى ما ظل غير أجابر هذا قال فدتك روح جابر أخذ بيده يا جابر هنا قتلت رجالنا هنا حرقت خيامنا
ونادوا بها العباس، ونادوا بها علي الأكبر، ونادوا بها القاسم. ثم جاء به إلى موضع: يا جابر أتدري ماذا حدث هنا؟ يا علي يا علي يا علي يا زهرة يا جابر، هنا صعد الشمال. خل نقراها في بيت إلك عشان تصرف. يقل له: وهنا بسهب طاح الولي من سرج مهرة، وهنا الشمر بن على داسة فوق صدره. اسمع اسمع: والسيف حط برقبته واصبح يهبره، حتى انقطع راسه وشاله فوق السمهرية. مصيبة جاية، كل وحدة راحت إلى قبر عزيزها. رملة القاسم، ليلة علي الأكبر، سكينة الحسين، رباب الرضيع. السجاد يدور وينها عمتي زينب. راح قبر الحسين ما شافه، راح قبر العباس ما شافه. وينها عمه زينب؟ عمه اين انت؟ واذا بصوت مخنوق: ابن اخي انا لا زلت على الناخه. عمه وصلنا كربلاء. قلت كربلاء وجينا. قالت: ابن اخي خذ بيدي فقد عمي بصري. تقل على قبورهم دلني أبقضي منهم ودا، ومن القبر للقبر بمشي لا بلا، بلكة الغيرة تحرك العلوين، الأطباع يتنغر لي من يشوفوني بالأخمر. أخذ بيدها أوصلها، أول ما شافته خرت على قبره وهي تنادي: حسين. أريد أقرأ بيت لأبو يوسف الله يرحمه. يقول: تدرون لما وصلت أول كلمة ايش قالت؟ لاح لها قبر أخوها وانذهل منها القلوب. اسمع وطي حقه: خرت على قبره يا ويلي ومدامعها تصور، صاحت: قعد شوف ما تنشحل عليه من الضرر. أجور يا حبيبي، الدمع نور لك في قبرك. شيخ هادي عنده كلام آخر، يقول: لما وصلت على القبر ايش قالت له؟ تقول له: خويا أخبرك راح الحجاب. وقعدنا بخراب على التراب، وطبينا طبينا لعد ديوان الأجنب. أزينب ايش بتسوين يا زينب؟ تقول له: لا ينكشف يا حسين قبرك،
أنا أحب اللحد وأتمدد بكترك خويا بس هاي ما جانت على الماء اختم يا ولا أنا طب المجلس وبزنود الإحبار وراسك بطشت وتشوف العيال وبيد العود ويوسم الموسى يلا يلا بسم الله وإذ بزينب أخرجت شيئا تحت عباءتها نظرنا إليه وإذ به رأس الحسين قل أخويا جيتك وجبت الراس وجاك ويا جيتك وجبت الراس وياك وجانت بالسفر بيسلم يقول دورت دورت أنا جيت الولينا ودورت أنا 40 ليلة فارق آه قول آه بعد شباقي إذا طلعت من الحسين وين تروح يا الحرام قوم نمشنا لعند اللي تكفلنا من أهلنا نريد يقوم ويردنا الوطن كل حرمة إذا كان الأخو يما يا بالفضل كل الناس تحشمه معروف الاخت لو عندها خوه كل الناس تحشمها وابد ما تنام منو يصدق زينب تدخل بديوان مكتوفة بحبل ويزيد يشتمها دمعة عتاب بعيوني يا راعي الجود شفت موقف تمنيتك كنت موجود شنو اشفاف اخويا قاموا يضربوها بعود خليني اسالف اخويا خليني اكو موقف يا اخويا اش كثر ما ديني اجا واحد يا اخويا وصدر قل أسالف يا بالفضل لا بعد كافي لا قل لك السوى الصوت مجتافي لا قل لك أسبن العطش يا بسجفافي لا قل لك بعد اختك اش ألمه الله يعين قلبي ويعين آلامه أخاف أحكي يا أخويا وانجم لابا واحد يقول يريد سكينة خدامة
تقول له يا عباس العدا حرقة وبيوتي شافة ومشيتي واسمعها أبيات سنوات تحبها وكل سنة تحب تسمعها قل أخو يا الأخو والله شحلات قيلو ذنب فيا خواتا يا راعي المرجلة وراعي الثباتة ترى زينبك شبعت أعيده قلبك ما يتحمل يا حبيبي ويا الأخو والله اش حلات يا أخويا يا أخويا الأذن فيا خواتا يا راعي المرجلة وراعي الثباتة ترى زينبك شمعات شمعات سألونا زين العابدين يقول له ما أقل مكوثك على قبر أبي ثلاثة أيام بس قال لقد خفت على عمتي أن تموت لأنها تقوم من قبر وتجلس على آخر مرت صيح حبال ومرت تنادي حسين يلا عليها عليها ويا زينب أنا بيا وجه طابت المدينة شاقولا للي يقولي أقول أن لالينا شدني من الله أخوك حسين وأنا أول أقول حسين ظل جثة بلا وعباس النفل قطعة ويمين جينا وعلى قبرك وعلى قبرك نخناك نخناك يا عزنا خويا هاي المحامل قوم اردنا وين الارض المدينة الارض المدينة وطار وطار جدنا بعد باقي صعب الاخت قدام اخوها يضربها العدو صبوها اختك يا ابو فاضل قل لي شو تريد واقرا لك يا حبيبي شو تريد واقرا لك انا ليلة ليلتك هذا المؤمن يده عيد البيت عيده إلى ما بنود صاحب الأخت قدام أخوها يضربها العدو صباها أختك يا أبو فاضل زمالي بجمرتي خيامي كفيلي ما سمع ولي قبالك والشبر سبني
على سمك خويا ويجري. اللهم صل على محمد وآل محمد يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار. جاوبها جاوبها. ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل. مو قادر أخلص والله وياك. وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون، وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلون، وصلناكم ومنكم نطلب العون، وراس حسين عذروني تراها مكسرة. أدري أنا نسيت حاجة الآن اتذكرتها، لما رجعت إيش قالت؟ قالت قوم خويا إحنا جينا، اقعد اسمع يا ولينا، قوم خويا قوم خويا إحنا جينا، اقعد اسمع. قوم اقول لك هالرزية جينا ما جبنا رقية. إلهي بالحسين بالحسين بس يا حبيبي. قوم خويا احنا جينا، اقعد اسمع. عودة عودة. قوم خويا اقعد اسمع. قوم اقول لك هالرزية جينا ما جينا بدمعتي رقية، وفقنا لزيارة الحسين، زقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشفي كل مريض، اقضي كل حاجة، فك كل أسير، اطلق كل سجين، انصر كل مظلوم، رد كيد الظالمين. اللهم ارزق المحروم، اللهم وظف العاطلين، وزوج العازمين يا الله. اللهم احفظ زوار الحسين، ارجعهم سالمين غائمين. من كان في المجلس طالب حاجة اقضها له يسرها له، من أسسوا تقبل أعمالهم، اشفي مرضاهم، اقضي حوائجهم. وإلى روح مؤسس هذا المأتم والمؤمنين والمؤمنات الفات
الفاتحه مع الصلوات.